معكم ياسمين شبعان 17 سنة في السنة الثانية بكالوريا علوم اقتصادية تدبير محاسباتي من جهة الدار البيضاء الكبرى. تلقيت الدعوة في المؤتمر الوطني لحقوق الطفل بصفتي طفلة متميزة من بين الأطفال المتميزين لجهة الدار البيضاء سطات، لأنني التميز ديالي كيتجلى في المشاركات ديالي وفي التتويج ديالي في عدة مسابقات متعلقة بالقراءة، الكتابة، الشعر، فكذلك في تحدي القراءة العربي اللي توج ثلاثة المرات على التوالي كواحدة من العشر الأوائل على مستوى المملكة المغربية. بديت كنقرا لها قصص صغيورين كناخذهم أنا مرات من الخيال ديالي، أنا كنقول لها قصة غير من هذا، ولا غد لي كتقول لي كملي لي القصة، فاش كنكملها وكنعاود لها بشكل مختلف لأن أنا طبعا كنسى، كتقول لي لا القصة ديال البارح ماشي هي هذه. أنا وأنا نكتشف بأن الدرية راها كاينه، راها يعني على بال. صافي بديت كناخذ قصص كنشريهم وتنقراهم ليها قبل ما تنعس، الوغ تما خضات لابيتود باش كتقرا يوميا يوميا، كتاخذ كتيبات منين دخلات المدرسه تما عاوتاني حاجه اخرى. يعني اليوم جيت باش نتقاسم مع الناس التجربه ديالي في القراءه، التجربه ديالي مع الكتاب، التجربه ديالي في الحياه المدرسيه، في الحياه القرائيه عامه. كنصحهم انهم يقراو، كنتشارك معهم كل شيء كذلك، لا عن طريق هذا الملتقى لا عن طريق قناتي على اليوتيوب اللي هي قناه بوكتيوب، اي كنتقاسم فيها كل ما يتعلق بالكتاب عن طريق هذه القناه اقرا مع ياسمين. فالحمد لله لحد الان كنحاول انني نشارك جميع الناس كاع داكشي اللي كنعرف، لانني عندي واحد المبدا هو ان المعلومه خلقت ووجدت للمشاركه. ما عمرها شفت المدرسه، كنوريها المدرسه غير في التلفزيون، كنقول لها هذه راه هي المدرسه، هذه الطاوله، هذه الاستاذه، ولكن المدرسه هي بالنسبه لها في الخيال ديالها. كانت كتصحاب كتسمع الدراري كيبكي وكيمشيو للمدرسه، تسمع يعني من الجيران من الاصدقاء رديت ولدي للمدرسه بقى تيبكي، هي تخيلات المدرسه انها امراه وقبيحه وشريره، هذه هي الخيال اللي هذا هو اللي كانت كتخيل المدرسه يعني جسداتها. بعد المحيط ديالي صراحه الكتب هي اللي خلاتني ان تكون عندي واحد الايجابيه، واحد الطاقه في مواجهه العديد من التحديات والصعوبات. فكل كاتب ما كيكتب شي كتاب حتى كيكون راكم العديد من التجارب، داز من العديد من الصعوبات، فكيكتب لك واحد سواء كان كتاب فكري او روايه، فضروري تستمد منه معلومات، هاد المعلومات اللي كتولد عندي واحد المعرفه، وديك المعرفه كتحول طاقه ايجابيه. فاش مشات المدرسه اول مره دخلناها واحد الاستاذه الله يجازيها بخير وكنشكرها من هذا المنبر، الاستاذه ديالها جيده فوزيه، كنشكرها بزاف لان هي اللي دعماتها ومدات لها يد العون باش دخلت كتقرا. في يعني في الاسبوع الاول استدعتني الاستاذه قالت لي راه بنتك متميزه، راه هي الاولى في قسم، يعني راه ما كتعرف لا حروف، يعني كنت كنوريها شي حريفات في الدار ولكن ماشي بالشكل، لان انا ماشي استاذه. قالت لي راها كتحفظ مزيان، راها كتتبع، راها الدوره الاولى جبت النقطه الاولى في المدرسه، كذلك الدوره الثانيه كانت هي الاولى، داروا لها حفل، دارت كلمه وهي في التحضير يعني سبع سنين عندها ديك الساعه، دارت كلمه اللي بهرت بها كل الجميع. الام ديالي بمثابه الرفيقه ديالي والمرافقه ديالي في اي محطه من محطات حياتي، دائما كتكون متواجده معايا في اي لقاء، في اي مسابقه، في اي مشاركه، وماشي فقط في هذه الحياه المدرسيه والحياه القرائيه، لا بالعكس في جميع محطات الحياه كتكون معايا، فكنحس بها انها هي السند ديالي. دائما كتكون عندي شي فكره جديده كنبغي نكتب على شي موضوع، اول واحد كنرجع ليه هي الام ديالي. كذلك الاب ديالي دخلني لعالم القراءه وعالم الكتاب بالمكتبه ديالو، لان بابا فاش كنت صغيره كان كيقول لي هذه المكتبه هذه هي الارث ديالك، ما غنخلي لك لا ذهب ولا فضه، ولكن غنخلي لك التعليم ديالك والثقافه ديالك هي اللي غتعتمدي عليها في الحياه ديالك. فدائما كنت كنشوف هذيك المكتبه على انني واحد النهار غادي نكبر وغنقرا بزاف الكتب الصغيره كما كان كيقول لي، وغنوصل لدرجه انني نقرا المجلدات ديال الاب ديالي. فدائما الوالدين ديالي سواء الاب او الام كانوا بمثابه السند ديالي في هذا الشيء كامل اللي انا فيه الحمد لله. وراه ما كايناش اعاقه، ما كاين حتى شي اعاقه، حتى شي انسان ما خلقه الله معاق. هذه انا حيت هذه كتسمى
واحد الانسان ما تيقدرش يدير واحد الحاجه ما سميتهاش اعاقه. الاعاقه راه كتكون في الدماغ ديال الانسان اللي ما تيفكرش، بحال هذه اللي غتخلى على ولدها هو في حاله اللي محتاج ليها، هذه هي اللي كنسميها انا عندها اعاقه. اما داك الطفل راه مسكين ما دار لا بيديه لا برجليه، خلقوا الله هكاك، بالعكس ساعديه على الاقل تاخذي اجر مع الله، فهمتي؟ اما مساله الدنيا راه فايته، راه دير الخير. شنقول لك انا صراحه في الحياه ديالي ما نقدرش نقول لك ماشي كان نغطي شي حاجه، ولكن عمرني واجهت شي موقف اللي خليني كنتذكره ولا واجهت فيه شي مشكل بسبب نظره المجتمع. بالعكس دائما كتكون نظره ايجابيه، وعشت الحياه ديالي الحمد لله بواحد الشكل طبيعي سليم، ما عانيت لا من نظرات لا من مشاكل. فانا باغا نكمل الدراسه ديالي الى جانب الاقتصاد، نقرا علم النفس ونكون مفكره مغربيه لمالا، نساهم في الثراء ديال الفكر المغربي والمفكرين المغاربه، لانني انا من عشاق الكتاب المغربي والكتاب الفكري المغربي. فان شاء الله بغيت نضيف ونثري هذا المجال هذا بكتب ليا، ونشارك مع في الساحه ديال الكتاب المغربي كذلك بافكار ديالي. والشيء الكبير يعني راه فخر وكنفتخر بها صراحه، كنفتخر بها في اي مجلس في اي جلسه جلست مع الناس. وهذا راه ياسمين حاضره وحاضره معنا حتى في العائله وفي القسم في المدرسه، يعني ياسمين ما شاء الله.